أخبرنا بخاري اسمان شو حديث مبارك يتي توي يا ووس ديوان كرا كهي بخاري اسمان شو پتا ساو شخص پت گو سو قبری پتن اخر بخاري اس اندر نیر نئي حديث بو پاکس پت پت از کی پتن يتي شو شلی اگر بخاري مز نیر سو ساسا آو پت پتا ساو اس بخاري اسمان پتا سا بیوٹ سو قبری پتن قبری منز گئی آواز حضرت علیان بوز انا لله و انا الیه يوم كي يواني مي بتملي يوم كي أبو تارار تار وانن والينين باب الله ابن مسعود كرن بيان رضي الله تعالى عنه دبن فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يروج منتها اوي ون نتن چ انتها يبن خسان تمكت چ انتها يعني اعمال بن خسن تمن انت انتها يهر وسن تمكت چ ايتي پر انتها اوي شتمن سدرت المنتها يش يش عند ابي هرشن اتمام الله سندر مگر يو بنديون جبريل عليه الصلاه والسلام ان قر ان پت بيان تگسر پاني ان پت ہز دزن نے پار يشن کنے حدیث سے يش اپس اچن کوئی دلیل بلکہ قر بيان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يم ساتن توتن تان گو مسوت سدرا ہور کوتستامت ثم أورج بي حتى لمستوي أسمع فيه صراف الأقلام ما سبوز كلمانيز آهت يعني فرشت لكنا اس حكم تمج آهر تبوز گوش مبارك محمد وطنطان جوز جبريل عليه الصلاة والسلام سوئ محمد عربي صلى الله عليه وني وننية جبريل عليه الصلاة والسلام تمشا اپز ونن اصل چھ تمن بدل چیز کرن ثابت تم چھ دپن اج پڑا سوس بدل نفر سو سکو سوس تم سا سوس ناو رف رف نعوذ باللہ کونی نہ دلی تم سوس ناو رف رے رف رف کو سوس دپن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان پر بیان یوسف بھائی شان دار از دس گیر ہاں پانی خبر کم وہی ات اتن دلیل یتن دلیل ازروی حدیث ازروی قران يا وش أخبرنا بخاري اسمان شو حديث مبارك يتي توي يا ووس ديوان كرا كه بخاري اسمان شو پتا ساو شخص پت گو سو قبر پتن اگر بخاري اس اندر نیر نئي حديث بو پاکس پت پت از کی پتن يتي شو شلی اگر بخاري مز نیر سو ساسا آو پت پتا ساو اس بخاري اسمان زن پتا سا بیوٹ سو قبر پتن قبر منز گئی آواز حضرت علیان بوز انا لله و انا الیه يوم كي يواني مي بتملا يوم كي أبو تارار تار وانن والينين باب منشن باي آسن اس كيا وانن غورشو سنة كي مبارك كي بوشس بدن پت كي واس بدن لكن غورغو سنة تن پر بطرن غورغس پتا آسن غنا سواب غو كيا پت غوس لكن واس بدن نيار بہرحال مسلمان اس بجا يا دورس اندر روزن بہوش حواس بكيا شوز بوزن تي مكيا شو پڑن پڑن يو بہرا جبريل عليه الصلاة والسلام سوچ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم